تيسيراً للحركة التجارية عبر جسر الملك فهد، وتقليل الوقت المستغرق لانتظار الشاحنات لإتمام عملية التخليص الجمركي. شؤون الجمارك تعلن تدشين نظام التخليص المسبق في الأول من شهر أبريل القادم، حيث يختصر النظام العملية في 4 خطوات. أولاً استلام الشركة المستوردة للمستندات من الشركة المصدرة، ثم يقوم المخلص الجمركي بإعداد البيان الجمركي ودفع الرسوم والضريبة الجمركية، وعند وصول الشاحنة يتم توجيهها إلى المسار المناسب لها. بعد ذلك يقوم ضابط الجمارك بالمراجعة النهائية ويسمح للشاحنة بالخروج. لا تنسى عزيزي المخلص الجمركي بأن دورك مهم جدا في تطبيق هذا النظام من خلال استلامك لكافة الأوراق اللازمة من الشركة المصدرة، وأيضا لأصحاب الشركات المصدرة دور أساسي من خلال تسليم الأوراق للمخلص الجمركي. ومن بعدها شؤون الجمارك تقول لك توكل، دربك خبر.